بدأت القاهرة فعاليات الدورة 13 لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 20 أكتوبر الجاري وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم، ويتزامن معه المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرامج التدريبية الإفريقية الأول في مجال الإسكان التعاوني.